أنا باب البداية، تيجي وتدفن جوايا، تبقى جديد في جديد وابن ربنا أكيد، تتغفر لك الخطية الجدية والعادية. أنا باب البداية، تيجي وتدفن جوايا، تبقى جديد في جديد وابن ربنا أكيد، تتغفر لك الخطية الجدية والعادية. هو انتوا هنا واحنا قلبنا عليكم الدنيا بره؟ قلنا هنعدي على الكافيتيريا الاول قبل ما نلاقي المفتاح. ها تحب تجيب لك ايه معانا؟ يا سلام، وانت واثق من نفسك ان احنا هنلاقي المفتاح بسهوله؟ ما اصحابنا في السوشيال ميديا ساعدونا وعرفوا اجابه الفزوره. هو ده علشان عرفوا الاجابه ان هي في المعموديه، يبقى خلاص لقينا المفتاح. هما قصدهم يدلك يعني ان سهل نلقاه. وايه اللي خلاكم واثقين ان سهل نلقاه؟ دي اوضه المعموديه كبيره وفي حاجات كتيره قوي، هندور فين ولا فين؟ ده حتى مفيش وقت ومعادنا مع سيدنا قرب. انا فكرت انه هيكون في جرن المعموديه. لا طبعا يا بنتي، ده جرن المعموديه مكان مقدس جدا. وساكته ليه؟ ما كنت قلت لنا كده من بدري. يا خبر، ده احنا اتاخرنا جدا. يلا بينا بسرعه مفيش وقت. بيرن تعالوا. يا شباب، انا كنت متاكد ان انتوا تعرفوا توصلوا للحل مع كل اصدقائكم على السوشيال ميديا. قولوا لي بقى، لقيتوا المفتاح؟ بصراحه يا سيدنا، هو ممكن تقدر تقول، او يعني انا قصدي ان انا اللي اقول. جيسيكا قصدها تقول لنيافتك ان احنا ما لقيناش المفتاح، وان هما كانوا فاكرين ان هو في جرن المعموديه. بس قلت لهم لا، ما ينفعش انه يكون في جرن المعموديه لان ده مكان مقدس، صح كده يا سيدنا؟ تمام يا ميرا، كلامك معقول وسليم. احنا طبعا سر المعموديه هو اول اسرار الكنيسه، هو يسموه باب الاسرار، المدخل لعلاقتنا مع الله. ما ينفعش واحد ياخد اي سر في الكنيسه، زي مثلا التناول او الاعتراف او مسحه المرضى او الزيجه او حتى الكهنوت، الا لم يكون اصلا متعمد. فعشان كده هو البدايه. في المعموديه بناخد بركات كتيره، ان احنا بنتولد ميلاد جديد، بدل ما كنا اولاد ادم وحواء نبقى اولاد الله واولاد الكنيسه، نبقى اعضاء في جسد المسيح، وهنبقى مسكن للروح القدس. نفس الثلاث كلمات دول نحفظهم. احنا ابناء الاب، اعضاء جسد الابن، مسكن للروح القدس. كل ده بناخده في سر المعموديه. كمان بناخد حاجه اسمها الاستناره، يبقى دماغنا ذهننا منور عشان الروح القدس بيبقى ساكن فينا. بعد كده طبعا بناخد نعمه ان احنا نبقى ابناء الكنيسه ونحضر القداسات والصلوات كل حاجه. طيب يلا، ايه رايكم بقى ندور على المفتاح سوا؟ بجد يا سيدنا؟ يعني نيافتك هتساعدنا؟ اكيد طبعا. وقت قرايه ده يا ميره؟ انا مش بقرا، انا بشوف يمكن المفتاح في وسط الورقه دوت او في جلد الكتاب. اذا كان كده يبقى ساعدك. سيدنا، هو ينفع ندور تحت السجاده اللي هناك دي؟ دور يا مينا براحتك، بس اوعى تخبط في اي حاجه. اكيد طبعا يا سيدنا. تعالى تعالى يا فادي، امسك معايا كده. ما تشدش يا فادي، مفيش. بصوا، طالما الفزوره قايله ان احنا هنلاقي المفتاح هنا، اكيد هنلاقيه هنا. تعالوا اقفوا شويه عند الباب وبصوا كده، جايز في اماكن انتوا ما فتشتوش فيها عشان نقدر نلاقي المفتاح. احنا ما ندورناش عند ايقونه يوحنا المعمدان. ايوه صح. ده ايقونه القديس يوحنا المعمدان اللي عمد المسيح. بصوا كده، هو ده المفتاح. انزل يا فهد، انزل. لقينا مفتاح يا سيدنا، لقيناه. لقينا المفتاح يا سيدنا. برافو برافو عليك يا فهد، اديك لقيت المفتاح. وريني شكل المفتاح كده يا فادي، شكله حلو قوي ومميز. حاولي تقريه كده يا ميرا. هوس
حاجة شبه كده يعني، مش عارفة أقراها كويس. وروني كده المفتاح مكتوب عليه إيه؟ شوف كده يا سيدنا، مكتوب عليه كلمة هوس. هوس؟ إيه الكلمة دي يا سيدنا؟ تعالوا بقى لما أحكي لكم يعني إيه هوس. كلمة هوس كلمة قبطي معناها تسبيح، ولما تلاقوا جنب كلمة الهوس كلمة الأول معناها في عندنا أكتر من هوس، هما في الحقيقة أربعة هوسات. الهوس الأول هو تسبيحة موسى النبي وبني إسرائيل لما خرجوا من أرض مصر وعبروا البحر الأحمر بمعجزة عجيبة جدا، إن ربنا أمر موسى يضرب البحر بالعصاية ينشق نصين وكل الشعب يعبر في البحر، ينزلوا لغاية قاع البحر ويطلعوا الناحية التانية والمية زي السور عن اليمين وعن اليسار. فلما خرجوا برا البحر من كتر انبهارهم بالمعجزة وفرحتهم بأن ربنا نجاهم وخلصهم من الأسر والعبودية اللي كانت في أرض مصر، بدأوا يسبحوا ربنا بالتسبيحة الجميلة دي. ويا ترى بيتكلم عن ايه الهوس ده؟ بيتكلم عن ايد ربنا العالية العظيمة العجيبة اللي بتعمل معجزات مستحيلة، يعني الواحد حاجات ما يفكرش فيها. احيانا احنا بنبقى عندنا مشكلة ومش عارفين نفكر، واحيانا لما بنفكر بنقترح على ربنا حلول، تلاقي ربنا حلها بطريقة عجيبة عمرها ما تخطر على بال انسان. فالهوس الاول بيعبر عن ايد ربنا العظيمة اللي بتحل مشاكلنا بطريقة احنا ما نتوقعهاش. يا سيدنا ما في قصص كتير حلوة في الكتاب المقدس، ليه القصة دي بالذات اللي بنبدأ بيها التسبيحة؟ لان في الحقيقة شعب الله في العهد القديم بدأ علاقته مع ربنا بالقصة دي، ان هم لما كانوا مستعبدين في ارض مصر وربنا ارسل ليهم موسى عشان يخلصهم من العبودية وهيبتدوا يبقوا شعب الله، فاول البداية ان هم عبروا البحر. عشان كده احنا بنعتبر برضو بداية علاقتنا مع الله من خلال التسبيحة نبتديها بالهوس الاول اللي هو تسبيحة عبور البحر. الله، احساس غريب قوي لما المية تبقى واقفة سور واحنا بنعدي من جنب سور المية. طبعا انت عارفة يا جيسيكا متوقع ان المية تعمل ايه للناس اللي يعدوا في البحر؟ تغرقهم. كلمة سور معناها حماية، يبقى هنا الحاجة اللي كانت هتغرقني ربنا يخليها حماية. يعني ممكن في إنسان يكون عايز يضرني ومربنا يخليه هو بذاته السور اللي بيحميني. يعني إيد ربنا عجيبة جدا، تحول الشر إلى خير وتحول مؤامرات الناس إلى مصلحتنا وتحول المية اللي كانت ممكن تغرقهم إلى سور يحميهم. هو عشان كده يا سيدنا المفتاح كان في أوضة المعمودية عشان هم عدوا المية يعني وكده؟ برافو عليك، لأن فعلا معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس ربط ما بين عبورهم في البحر وما بين المعمودية. اعتبر أن الشعب بني إسرائيل وهم بيعدوا في البحر كأنهم بيتعمدوا. إحنا عندنا المعمودية بالرش ولا بالتغطيس؟ تغطيس. يعني إيه؟ كل الجسم يبقى مغمور في الماء. طيب هما لا تخيلوا بقى لما يكون ماشيين على الارض في قاع البحر، طبعا الارض مبلوله لانها قاع البحر، والميه من الناحيه دي والميه من الناحيه دي، وفوق دماغهم في سحابه، السحابه برضو عباره عن ميه مش كده؟ يبقى كده الميه تحت وفوق وشمال ويمين، يبقى كانهم ايه؟ متغطسين في الماء. عشان كده بولس الرسول قال ان الناس دي كلها اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. فإذا كان أنا من شوية بقول لكم بداية علاقة شعب الله في العهد القديم مع ربنا كان عبورهم البحر، إحنا كمان بداية علاقتنا مع الله هي الإيه؟ المعمودية. عشان كده كمان حطوها في الهوس الأول أول التسبيح عشان نقول بدايتنا مع ربنا كانت المعمودية. طب احنا عايزين يا سيدنا نحفظ الهوس ده زي المرة اللي فاتت. برافو عليك يا مينا، احنا فعلا نحب نحفظ من كل جزء في التسبيحة قطعة كده تخلينا نبقى متعرفين على النغمات كلها. في الهوس الاول
أول ربع بيقول توتي أفهوس إن جي مويسيس نمن نشير بإسرائيل إتايهو دي إن تي إب تشويس ووهف جوس إثرو جوس جمار إن هوس إي إب تشويس جخن وو غار أفتشي وو. أنتوا حافظينها ولا نحفظها؟ طب نجرب كده. تو تي اف هوس ان جي مويسيس نم نن شيرم بسرائيل اي تاي هو دي ان تي اب تشويسو وو هاف جوس اثرو جوس جي مارن هوس اي اب شوي جي خن وو غارا فيت شي او. نقولها تاني. تو تي اف هوس ان جي مويسيس نم نن شيرم بسرائيل اي تاي هو دي ان تي اب تشويسو وو هاف جوس اثرو جوز جي مارن هوس اي اب شوز جي خن او او غارا فيت شي او او. نقولها مرة بالعربي عشان اصدقائنا اللي ما بيعرفوش ابتي يقولوها معانا. حين اذن سبح موسى وبنو اسرائيل بهذه التسبيحة للرب وقالوا فلنسبح للرب لانه بالمجد قد تمجد. نحاول نقولها مع بعض. حينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبيحة للرب وقالوا فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد. طبعا هي نغمة بسيطة كأننا بنقرأ بس مع إيه التنغيمة الصغيرة دي عشان نركز في الكلمات. أحيانا بيبقى فيه القراءة من غير نغمة تخلينا نعدي من غير ما نركز. النغمة تخلينا نركز في الكلام ونمجد ربنا ونسبحه بيه. الله نغمته حلوة قوي. نغمة جميلة وسهلة مش كده؟ حبيتيها يا كوكي؟ يعني ايه لبش يا سيدنا؟ عايزين نحفظ منه جزء بعد اذن يفتح. كلمة لبش معناها تفسير. يعني بعد ما نقول الهوس بنيجي بقى نعقب عليه بحاجة كأن الآباء بيفسروا لنا هو ايه اللي اتقال في التسبيحة دي اللي هي الهوس. ففي لبش الهوس الأول بنقول قطعا انقطع ماء البحر والعمق العميق صار مسلكا. يعني كأننا بنتعجب ازاي ماء البحر يتقطع. يعني احنا لو معانا سكينة نقدر نقطع بيها عيش صح؟ نقطع بيها مثلا فاكهة برتقانة ولا تفاحة. لكن نقدر نقطع بالسكينة مية؟ لا. حاجة عجيبة جدا. عشان كده بنستعجب في اللبش نقول ازاي ان المية تتقطع كأنها بسكينة. وبعدين العمق العميق اللي هو اعماق البحر على مسافة بعيدة قوي صار مسلك يعني الناس بتمشي عليه. وبعدين نقول ارض غير ظاهرة اللي هي قاع البحر اشرقت الشمس عليها. لاحظوا يا شباب ان البحر مية عميقة جدا لدرجة ان ضوء الشمس ما يوصلش لعمق البحر. المية بتحجبه لما ينقطع الماء وقاع البحر يشوف نور الشمس اول مرة في التاريخ واخر مرة. لان بعد كده المية رجعت زي ما كانت والعمق دوت ما شافش الشمس تاني. وحاجة تاني قال طريق غير مسلوكة مشوا عليها. غير مسلوكة يعني مش ممكن حد يمشي في عمق البحر. فربنا خلى الطريق غير مسلوك مشوا عليها. وطبعا دي حتى معناها في حياتنا الروحية. لو أنا في حياتي في مشكلة كبيرة ممكن ربنا يحلها بطريقة عجيبة. وبعدين لو كنت أنا كمان أرض غير ظاهرة يعني جوايا في خطية حجبة نور ربنا عني يقدر ربنا يزيح الخطية ونور المسيح ينور قلبي. وبعد ما كنت انا ولد شقي او بنت شقية والناس اللي يمشوا معايا اتوههم واديهم حتت وحشة يصير الواحد فينا قديس وخادم والناس لما يمشوا معايا يوصلوا ربنا. يقول لك ارض غير مسلوكة مشوا عليها وطريق ارض غير ظاهرة اشرقت الشمس عليها. وبعدين يقول حاجة عجيبة جدا ماء منحل مش تلج ماء وقف بفعل عجيب معجز. تعالوا بقى ايه ناخد حتة منه كده ونحاول نقول. انت اكيد حافظين اللبش ده. خن او شوتف شوتن جيب مو او انت في يوم او هف نونت شيك اف
شو بينقوا ماموشي. نقوله مع بعض. خنقوا شو تعرف شو تنجب مقو انت في يوم او افنو نتشيك اف شو بينقوا ماموشي. نقولها مرة ثالثة. خن او شو اف شو تنجب مقو انت في يوم او هفنو نتشيك اف شو بينقوا ماموشي. أنا فرحان طبعاً إن في كتير من أصدقائنا حفظوا لحن تنسينه وبعتوه للبرنامج هنا في كوجي، واللي حفظوا ألحان تانية زي تناف. النهاردة كمان لو حفظنا لحن خنقوا شوت أنتوا تحفظوه، وزملاتنا وأصدقائنا اللي بيشوفونا دلوقتي يحفظوه ويبعته لنا، وزي ما اتفقنا في مفاجآت حلوة للي يحفظ ألحان الكنيسة. مستعدين للهوس الثالث؟ مستعدين يا سيدنا. طيب عايزين بقى نعرف مفتاح الكنز بتاع الهوس الثالث. جاهزين؟ جاهزين. افتح. يا ترى يا ترى يا ترى ايه الفزورة المرة دي؟ برضه نرشم الصليب ونقول يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى. جوه الكنيسة تلاقوني أحمر أسود أبيض لوني. ده علم مصر ده ولا إيه؟ علي صليب أو قديسين، وبتتفتح من الشمال لليمين، تشوفوا حضن كبير يساع الصغير والكبير. الفوازير دي غريبة قوي يا سيدنا. أفتح باب ألاقي حضن، تيجي إزاي دي بس يا سيدنا؟ فزورة، خدوا فرصتكم تفكروا وتتناقشوا مع بعض، وكمان أصدقائنا اللي بيتفرجوا علينا يحاولوا يحلوا الفزورة ويبعتوا لنا الإجابة بتاعتها. جوه الكنيسة تلاقوني أحمر أسود أبيض لوني، علي صليب أو قديسين، وبتفتح من الشمال لليمين، تشوفوا حضن كبير يساع الصغير والكبير. لازم دلوقتي أسيبكم وأمشي، وإلى اللقاء مرة جديدة المرة الجاية. تملى كيانك وتشيل من الوش التكشيرة، تكون حياتك.